نتابع سوا مشاهدينا حلقتنا الخاصة بالذكرى المئوية الأولى للإبادة الأرمنية، ومنستقبل هلأ مطران أرمن لبنان السابق المطران كيغام خاتشاريان. أهلا وسهلا فيك، أهلا شرفتنا وسهلا فيك. سيدنا اليوم بدنا نقدم تحية أكيد للشعب الأرمني بهالمناسبة الأليمة على طريقتنا الخاصة، لذلك حبينا نستقبل أبرز الشخصيات من كل المجالات حتى نتعمق أكثر بهالقضية ونرجع نسترجع سوا إذا بدك الذكريات إن كانت أليمة أو دافع للشعب الأرمني اللي خلي يستمر ويزدهر وينجح بكل أنحاء العالم. بداية شو بتحب تقول بهالمناسبة للشعب الأرمني؟ بداية بحيي الشعب الأرمني بكل أنحاء العالم اليوم، خاصة بالذكرى المئوية للإبادة بحق الشعب الأرمني، خاصة بحيي الشباب الجيل الجديد يلي استلم المشعل عن أسلافهم عن جدارة ورافعين المشعل عالي وعم بيواصلوا النضال وطالبين حقوق الشعب الأرمني المحقة. بحيي شعوب الأرض الحرة اللي والدول اللي أدانت واعترفت بالإبادة بحق الشعب الأرمني، وأكيد بتتضامن مع الشعب الأرمني ومع كل الدول في تحقيق العدالة في العالم. بحيي أرمن لبنان وخاصة إخواننا اللبنانيين بالوطن، وبدي حيي وزير التربية الياس وسعب اللي أصدر قرار بإقفال المدارس العامة والخاصة والجامعات، ولفتني انتباهي بجامعة الحكمة بإعلان الجامعة بكلية الحقوق بالإعلان عن توقيف الدروس، كان تتوقف الدروس 24 جمعة 24 نيسان في ذكرى المئوية للإبادة الأرمنية تضامنا مع العدل. هيدي كلمة تاخذنا إلى الناحية أنه القضية الأرمنية ما بتخص الأرمن فقط، في جزء كبير أكيد هيدي قضية الشعب الأرمني، ولكن هيدي قضية عالمية، قضية دولية، قضية إنسانية على الدول بشكل عام أنه يتضامنوا من أجل تحقيق العدالة بين الشعوب في العالم. والمجازر أكيد شملت كمان عدد كبير من السريين والأشوريين المسيحيين كلهم. فإذا كيف كل دولة بتكون حريصة على تحقيق العدالة ببلدها؟ فإذا المجتمع الدولي لازم يكون حريص على تطبيق العدالة في العالم بين الشعوب لتحقيق العدالة والأخوة بين الشعوب. نعم، وأكيد عنا كمان بلبنان الإعدامات والمجزرة كمان ما وفرت اللبنانية، كان عنا ضحايا أكثر من مختلف الطوائف بغض النظر عن طائفتهم. على كل الإبادة الأرمنية هي جريمة بالدرجة الأولى، جريمة إنسانية، فكلنا معنيين شو ما كانت جنسيتنا أو طائفتنا. هيدي اللبنانيين مش لازم ينسوها، لازم يضل بالذاكرة عندهم. بتمنى على الدول اللي بعد ما تضامنت مع العدالة أو مع القضية الأرمنية مع العدالة بتحقيق مع العدالة الدولية، لأنه مصالح الدول بتتغلب على الحقيقة والعدالة. بتمنى على هالدول أنه هي كمان ضم صوتها مع صوت الدول الحرة. أكيد القضية الأرمنية هي رهينة السياسة العالمية والمصالح تتحكم فيها، بس الحقيقة في النهاية هي اللي واضحة، طبعا واضحة بغض النظر عن الاعتراف او لا فيها. هون بحب اعبر عن شكر وامتنان الشعب الأرمني بالعالم لقداسة البابا رئيس الكنيسة الكاثوليكية بابا فرانسيس لموقفه عن من الإبادة الأرمنية، موقفه الداعم اللي أعلن لأول مرة وعلني بشكل رسمي عبارة الإبادة الأرمنية. ولكن البابا قداسة البابا أخذ هالموقف، أنا أكيد مش تعاطفا مع الأرمن بس، لأنه هو كان صادق مع نفسه. هو وبيرده لرئيس تركيا إردوغان وقت ما احتج، البابا قال نحن الكنيسة اللي يجب أن تكون صادقة ويجب أن تكون إلى جانب الحقيقة. قداسة البابا كان صادق مع نفسه
ومع رسالته كرئيس كنيسة الكاثوليكية. مثل ما كل واحد منا لازم يكون سيدنا صادق مع نفسه ويشوف الحقيقة مثل ما هي. اليوم ما بدنا نحكي عن الإيمان، الإيمان الكبير اللي يمكن كان سلاح الأرمن بمواجهة الإبادة الأليمة، وصولا لليوم بعد 100 سنة اللي كمان الإيمان له دور كبير بحياتهم ويمكن سبب كبير لازدهارهم حول العالم. كيف لعب الإيمان دور بحياتهم من وقتها لليوم؟ تقلك أنه أرمينيا بلد عريق، لها تاريخ 4000 سنة ونيف، وسنة 2015 ميلادي بتوازي سنة 4507 حسب الرزنام الأرمني. نعم. 4500 سنة تاريخ. بقى المسيحية، أرمينيا عرفت المسيحية منذ أو أولى أيام المسيحية، منذ بزوغ المسيحية، يعني سنة 40، من سنة 40 لـ60 عرفت المسيحية على يد الرسولين سيدنا المسيح تداوس وبرتلاموس، هن بشروا بالمسيحية واستشهدوا بأرمينيا ووضعوا أسس الكنيسة في أرمينيا وبدأت الأرمينية. قصدي المسيحية هي الأرمينيا وشعب الأرمني جبلت المسيحية مع هالإيمان. الإيمان المسيحي لعب دور كبير لأنه هو إيمان حي، إيمان القيامة والرجاء. مثل ما قال سيدنا المسيح: من آمن بي سيحيا حتى لو مات. فانطلاقا من هالمبدأ، الدين المسيحي هو الإيمان، خلى الأرمن يتمسكوا بالقيم السماوية، بالقيم الحقيقية، ويؤمنوا ويأسسوا حياتهم على الأشياء الأزلية وليس الدنيوية. ومؤرخ الأرمني القرن الخامس ميلادي، المؤرخ الأرمني بيوصف المسيحية أنه الدين المسيحي بالنسبة للأرمن صار كلون البشرة، أنه ما فيك تغير لون البشرة، الإنسان ما في غير لون بشرته، ما كان مثل التياب فينا نغيره ونبدله بغير التياب. من هالناحية كون المسيحية كان جزء أساسي من، يعني ولا مرة تهزهز إيمانهم بالرغم من كل الاضطهاد والظلم والمآسي اللي تعرضوا لها، تخطوا كل الصعوبات بفضل إيمان الإيمان بالقيامة والرجاء والحياة الأبدية. سيدنا، كيف قدروا برأيك الأرمن يحافظوا على تراثهم إن كان اجتماعي أو روحي بالرغم من هالاضطهاد وبالرغم من أنه انتشروا بكافة دول العالم يمكن بأعداد صغيرة بالبداية؟ لازم نقول أنه بهالموضوع الكنيسة الأرمنية كانت لها الدور الأساسي والبارز، لأنه الكنيسة هي كنيسة الشعب وهي دايماً كانت إلى جانب الشعب ورافقت الكنيسة الأرمنية الشعب الأرمني بكل مراحل التاريخ. يعني وين من وجدوا الأرمن بدول عديدة حول العالم الكنيسة كانت يجتمعوا موجودة بالكنيسة. طبعا الكنيسة عبر التاريخ هي وقفت إلى جنب هي الشعب الأرمني. خاصة بغياب السلطات السياسية عبر التاريخ، هي استلمت أخذت على عاتقها المسؤولية السياسية نوعا ما، تمثيل الأرمن في العالم أمام الشعوب أو بلدان أخرى. فبالتالي صمود الأرمن أغلبية المسؤولية كانت واقعة أخذت على عاتقها الكنيسة عبر العالم. نعم. وكاثوليكوس سهاج الثاني اللي تهجر مع شعبه من كيليكيا، وقت ما إجا استقر البطريركية في أنطلياس طلع هيك وشاف جيل جديد لشعبه منتشرين إلى دول العالم، وكتب رسالة شهيرة بموضوع كو فاديس، إلى أين تذهب؟ وكان عم بيقصد الشباب ودعيهم، وجه لهم نداء، قال لهم يا جيل جديد يا شباب وين ما رحتوا انتبهوا على تربيتكم الأرمنية المسيحية، يكون عندكم وعي الكامل لثقافتكم وانتمائكم وجذوركم الأرمنية. يعني تراثهم كان أمانة
استلموها من جيل لجيل. التراث كان أماني. بخصوص الحفاظ على التقاليد، راح أعطيك الصورة لأنه الصورة أبلغ من الكلام. نعم. تداركا للوقت نختصر، راح أوصف لك أو صور لك صورة من معممة ما منشوفها وين مكان. يمكن هالصورة منحوتة على جدران في كنيسة دير الزور اللي فجروها أوائل هالسنة. نعم. الكنيسة بمتحف دير الزور منحوت على الجدران. الصورة هي التالية، الأم الأرمنية. نعم. بصحراء دير الزور بقوافل الموطن نرماشين، وهالصورة أنه الأم الأرمنية عم بتعلم ولدها الأبجدية الأرمنية، عم تكتب، ما في ورق ما في قلم، عم تكتب على الرمل. والقلم أصبعها اللي صارت مثل العظم. هلا منقول انه هي المرأة الأرمنية يمكن فقدت صوابها، يعني انه جنت، انه كأنه كل شيء على ما يرام، قاعدين بالبيت ولدها رايح على المدرسة جاي. لا، الأم الأرمنية ما فقدت صوابها، ما جنت، بس عطت رسالة تالية. هي بالظروف الصعبة انه رايحين صوب الموت. نعم. يعني في قوافل الموت ما كانوا يعرفوا ايمتى رح يواجهوا الموت. صح. موت حتمي، يعني صحيح لحظة مشوا وتهجروا، ولكن عارفين انه ما رح يرجعوا، وعارفين انه الموت ناطرهم. مزبوط، بعد ساعة بعد يوم. ولكن هي لقت الفرصة وعلمت الأبجدية الأرمنية. هي الأبجدية بترمز للثقافة الأرمنية. تتقول التالي انه شو ما كانت الصعوبات والظروف، هي او انتم ما تخلوا عن وجباتكم. نعم. تربوا اولادكم، وبعدين في حال ماتوا ماتوا. نعم. اما في حال نجا ولدها من الموت لازم يعيش بهويته، بجذوره، بانتمائه، لانه العيش هون مسؤوليه اكبر عليه. نوع موت من نوع اخر. نعم. فاذا هي عطت هالرساله انه شو ما كانت الظروف، الإنسان لازم يعيش بهويته، بإنتمائه، يتمسك بجذوره. هالصورة أكيد منا معممة، ما منشوفها وين مكان، ولكن هالصورة مترسخة في ذهن كل فرد وكل شخص، فكر في ذهن كل فكر أرمني. وهيدي الصورة كانت الدافع أنه كل أرمني من بعد ما وين ما حل وين ما صار يتطور ويتقدم، يتمسك بواجباته، انه يربي الحفاظ على تراثه وجذوره. هلا الطريقه هي الارمن اعتمدوا على ثلاث ركائز. وين ما راحوا بنوا كنيسه. قبل ما يبنوا بيت، ما كان عندهم بيت، بنوا بيت الله. نعم. لانه هيدا بيت الله هو بيجمع الكل، ينبوع الايمان، والايمان ينبوع الحياه بالنسبه للارمن. جنب الكنيسه بنوا مدرسة، فورا بنشوف كنيسة ومدرسة. العلم. وفي محلات ما قدروا يبنوا لأنه المعطيات المادية ما كانت كافية، الكنيسة حولوها لمدرسة فترة الأسبوع. والمدرسة أكيد هي هون بدنا نفتح هلالين أنه المدرسة الأرمنية من الزاوية العنصرية، لكن المدرسة الأرمنية هي الوسيلة الوحيدة تيلقن الجيل الجديد التربية. نعم. والثقافة. نعم. الأرمنية اللي هي بتعرف تيينقل هالثقافة الخاصة فيهم. كانت في مدارس، أنا بقول لهم كانت. نعم. في مدارس كتير بلبنان وقت ما جينا على لبنان، بس المدرسة الأرمنية كانت عليها الرسالة أن. نعم. توصل وإلى خصوصية. وبعدين في شغلة أساسية بصورة الأم الأرمنية بدير الزور، أنك تحافظ على تراثك وانتمائك وهويتك وثقافتك. هيدي وصية من الشهداء، هيدي وصية الشهداء، وكل أرمني بيعرف أنه عليه أن هو مؤتمن على هالوصية. نعم. فلازم يعني المطالبة والتمسك بالجذور بالأرمنية مش من باب العنصرية، هيدي وصية. وفي لعنة الشهداء. نعم. على كل أرمني بيتخلى عن هالوصية. وصية، وهيدي أناعة بالعدالة وأناعة بالحق. ليش عم قلك؟ لأنه العذابات والمعاناة هائلة ما بتتصور. لو كان هي إبادة، لو كان إبادة قتل سريع نقول أنه قتلوهن، ولكن قتل بطرق بربرية ما فيك تتصوري. ثلاث سنين. نعم.
يعني ناس ماتوا بطريقه ما بعرف وحشيه. سيدنا خطوه جميله ومحقه هالسنه من قبل الكنيسه الارمنيه، اعلنوا شهداء المجازر والاباده قديسين، شو سبب هالخطوه وشو اهميتها؟ فعلا كانت مناسبه كثير مقدسه ومؤثره، انه هالشهداء هالضحايا يتكرسوا لانه بيستاهلوا، هن الشهداء ايمان، استشهدوا من اجل الايمان والهويه، وما تخلوا هون قوه الشهاده. نحن بنشوف بتاريخ الكنيسه انه القديسين والشهداء بيكونوا بيسابروا وبيصبروا الى اخر دقيقه من حياتهم، وبيتحملوا عذابات جمه لا انسانيا لا تطاق. هل الشهداء هن تحملوا كل العذابات، وكانوا فعلا شهداء ايمان. لهالسبب الكنيسه كانت عم تفكر، مش هلا، من فتره 50 سنه عم تفكر بهالموضوع، الى ان نضجت الفكره بمناسبه المئويه. وقبل سنين بلشت الكنيسه الارمنيه، كلفت لجنه خاصه درست وحضروا هالاحتفال، الاعلان الاحتفالي لمليون ونصف مليون قديس ارمني انضموا الى قافله الشهداء القديسين بالكنيسه الارمنيه والكنيسه الجامعيه. سياده المطران كيغام خاتشاريان، انا بشكر وجودك معنا، وان شاء الله بفضل دعم رجال الدين مثل حضرتك بيبقى الشعب الارمني مناضل وعم بيطالب بحقوقه اللي اكيد بيستحقها. اهلا وسهلا فيك، ويعطيكم العافيه، والله يديمكم.